برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة، أقيمت منافسات النسخة العاشرة من بطولة القتال الشجاع بريف، والتي نظمها اتحاد القتال الشجاع تحت شعار نهوض المملكة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي شهدت مشاركة 24 مقاتلا من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد شهدت البطولة حضور الأمير حسين ميرزا رئيس الاتحاد الأردني للجوجيتسو، وسعادة أحمد يوسف الرواعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعميد الركن مهندس الشيخ خليفة بن عبد الله بن حمد الخليفة الملحق العسكري البحريني بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بتنظيم بطولة بريف في نسختها العاشرة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، التي حظيت باهتمام من قبل الجهات الرسمية التي تعاونت بشكل مثالي لإقامة هذا الحدث الذي شهد حضورا رفيع المستوى ومن الشخصيات الرياضية بالأردن، وكذلك حضورا كبيرا من الجماهير الأردنية ومن محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة، مضيفا سموه أن ذلك عكس مدى اهتمام الأردن لإبراز وإنجاح هذا الحدث. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية على توجيه جلالته بتوفير الدعم الكامل باحتضان هذه البطولة بالأردن الشقيق، مضيفا سموه أن الاهتمام الكبير الذي لمسناه من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة باحتضانها بطولة القتال الشجاع بريف في نسختها العاشرة هو نابع من حرص القيادة الأردنية الرشيدة بدعم نجاح هذه البطولة البحرينية المنشأ، مما يعكس عمق العلاقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد سموه تطلعه الدائم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى الرامية لتعزيز مكانة البحرين على المستوى الدولي عبر مواصلة الجهود في طرح المبادرات المختلفة لاسيما على المستوى الرياضي، مضيفا سموه أن بطولة القتال الشجاع هي إحدى المبادرات التي تبنيناها ودعمناها شخصيا، والتي نسعى من خلالها إلى أن نعزز ما وصلت إليه البحرين من مكانة متقدمة على خارطة الرياضة العالمية كدولة قادرة على إطلاق وتنظيم مختلف البطولات الرياضية واحتضان مختلف الألعاب الرياضية. وواصل سموه قائلا إن متابعة ودعم أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرياضة فنون القتال المختلطة أسمت في أن تكون البحرين إحدى الدول المتقدمة ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، وإنما على مستوى العالم في رياضة فنون القتال المختلطة، والتي حققت من خلالها العديد من الإنجازات. وقد أشاد سموه بالمستوى القتالي الكبير الذي قدمه المقاتلون خلال النزالات وبالتنظيم والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية الواسعة بمختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية، مقدرا سموه الجهود التي بذلها اتحاد القتال الشجاع برئاسة السيد محمد شاهد في الإعداد والتحضير والذي أسهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث. هذا وقد شهد سموه منافسات بطولة بريف العاشرة التي شهدت إقامة 12 نزالا كان أبرزها النزال الرئيسي على حزام البطولة في وزن الريشة. We'll be right back.
طبعا بطولة بريف أخذت شهرة كبيرة على مستوى العالم في نسختها العاشرة، كلها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد والقائمين عن البطولة. طبعا أنت تشوف الحين الجمهور ما شاء الله يعني مالي صالة، وهذه دليل على أن البطولة ما شاء الله ناجحة. يعني كفاية أن علم البحرين ينتشر في التلفزيون والأقمار الصناعية، الناس كلها تشوفها يعني حول العالم كله، وهذه لما نشوف اسم البحرين هذه مفخرة لنا يعني على مدى العالم ينتشر اسم البحرين. وهذه البطولة طبعا تشجيع للشباب وللرياضة، وسمو الشيخ خالد ما قصر صراحة في نشر البطولة. الحمد لله، والله تنظيم كان رائع، البطولة أثبتت أنها من أقوى البطولات في العالم، وإن شاء الله راح تصير بالمرتبة الأولى بالعالم. ونحب نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على التنظيم الرائع وعلى البطولة الرائعة. فريق KHK وتنظيم بريف راح يوصل الدول العربية للعالمية عن طريق هيك بطولات، إن شاء الله بتوفيق للجميع. طبعا إحنا بنمتن لهذا الإشي، هذا الإشي طبعا إشي كتير ممتاز، وإحنا جايين هون عشان نورس وعشان البطولة.